إبراهيم الرامي رئيس منتدى المبادرة لتنميه واحد تيوت كنظموا الدوره الثالثه لمهرجان غران تيوت حق الثقافه والسياحه والتنميه المستدامه. هذا المهرجان اللي كنظموه بشراكه مع مركز سوسمه التنميه الثقافيه وجامعه تيوت بالتعاون مع المديريه الجهويه للثقافه ومجلس جهه سوسمه وكذلك بالتنسيق مع مختبر الجغرافيه البيئيه بجامعه ابن زهر والجمعيات والتعاونيات المحليه. فكره هذا المهرجان هي ان تيوت منطقه معروفه سياحيا ولكن خاصة واحد المحطة اللي غتعطيها إشعاع أكبر واللي غتكون واحد المحطة فاش نناقشوا المشاريع اللي غتكون عندهم إضافة لمنطقة تيوت اللي معروفة تاريخيا ومعروفة سياحيا. الخصوصية ديال المهرجان أننا في إطاره كنقدموا واحد معرض إيكولوجي اللي سميتو إيكران الموكار اللي هو فاش كنتواجدوا الان اللي كله مبني بسعف نخيل ولا بزريد ديال النخل وكنحاولوا نتمنوا فيه المنتوجات ديال المنطقه ونعطيو الساكنه المحليه فرصه باش يعرفوا بالاشياء اللي كيعرفوا يديروها سواء في الصناعات ولا في الحرف ولا كذلك في الطبخ التقليدي. وهذه محطه سنويه اللي اصبح واحد الاقبال كبير عليها سواء من حيث السياح المغاربه ولا الاجانب وكنتمناو يكون احتضان لهذه المبادره لان الحدود الساعه باقي الامكانيات بسيطه وكنتمناو بهذه المناسبه يكون احتضان من المؤسسات المعنيه بالتنميه وبالثقافه وبالسياحه. ابراهيم الرامي المدير المهرجان غران تيوت تنظم دوره تسكرات المهرجان غران تيوت. المهرجانات اللي تيوسان سلم عريض ليكولوجي غران الموكار غير اللي تيوسان ستوكت الانشطه اللي نسكار انشطه رياضيه انشطه بيئيه ارتاش كانت توكت الخبراء اغلب المغرب كلوت دار نتمنى اي للدعم للمبادرات لان غير الدعم نصدار انسكر توكت تغاوسي وين فولكينين تمازيرتاد اشكو تمازيرتاد تستاهل الموكار تمازيرتاد كان السعوديين تمازيرتاد حبنت السياح سواء المغاربه والاجانب تمازيرت قيس السياحه قيس الفلاحه قيس كذلك هي الحموله الثقافيه باريكوتن ارتمنا اخوانا نوريك تمازيرت استيديك يساهم قيس سينا مصدر